اول حاجه اخد لازم اخد بالي من الموبايل اللي في ايده، دي اول حاجه شوفه داخل على ايه، عامل تشات مع مين، بيعمل ايه، بيسهر ولا لا، وتابعه طبعا بالحنيه واخدهم بالسياسه وكل حاجه وطبطب عليه، اصاحبه، اتجول معاه في افكاره، اقدر اعرف ايه مزعله، ايه الانطواءات اللي بتبان عليه، اساليبه في المعامله. والله اول حاجه لازم يعني اكون صديق ليه، تمام، وطبعا نصايح تجارب اللي الواحد شافها ممكن بقدمها له مثلا بتاع كده يعني. لما كل ما يكبر معايا كل ما انا احترمه اكتر، كل ما انا احترمه هو هيحترمني، مش كل شويه اضربه واقول له لا ما تعملش دي ما تعملش دي لا ما تسويش دي. المفروض ان انا اعلمه، البنت اكتر من الولد، المعامله الصح بالكلمه الحلوه، انا اكلمه حلو واعامله حلو وفي نفس الوقت اديله الحريه بدون ما انا احسسه ان انا براقبه. هخلي مثلا في كلام دايما ما بيني وما بينه، لو في اي حاجه هعوده ان احنا لو غلط او في اي مشكله عنده يحكيها لي ونحلها مع بعض. من سن مثلا 13 لحد سن 16 سنه 17 سنه سن مراهقه فعلا فعلا فعلا، بتبدا انت في المرحله دي حتى تعامل ابنك مش كانه هو ابنك، كانه هو اخ ليك، كانه هو صديق ليك، علشان يقدر في الوقت نفسه لو في حاجه جواه انت تحسسه بيها. يعني هو السؤال ده صعب جدا ومعادله يعني اعقد من المعادله الذريه، ولكن ابسط حاجه عن تجربه ان الواحد يخلص لربنا، لو اخلص لمن فوقك لا سلس لك من تحتك. بنرحب بحضراتكم مرة تانية، وهنتكلم دلوقتي عن موضوع مهم جدا، عن فترة مهمة جدا في حياة الإنسان، وهي فترة المراهقة، الفترة اللي بتعتبر من أخطر المراحل اللي بتعدي في حياة البني آدم، بتحتاج طبعا تعامل خاص، بتحتاج طريقة مختلفة. هنتكلم إزاي الأب والأم يقدروا يتعاملوا مع ولادهم في الفترة الصعبة دي، بتكون صعبة على الولاد وبتكون صعبة على الأب والأم. هيكون ضيفنا في الفقرة دي وهيكلمنا بالتفصيل عن الخطوات دكتور محمد المهدي، استاذ الطب النفسي بجامعه الازهر. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور، صباح السعاده. صباح الخير يا امي، اهلا وسهلا دكتور، وكل سنه حضرتك طيب طبعا. وانت طيب. وفي البدايه كده يا دكتور عايزين نعرف التعريف الصحيح او العلمي لكلمه المراهقه والسن. يعني هي من سن 13 لحد 21 في اغلب الاولاد والبنات، ساعات تبدر شويه وساعات تتاخر شويه، يعني في ناس بيفضلوا مراهقين لحد نص عمرهم. المراهقه المتاخره دي هي مرحلة من مراحل العمر زي كل المراحل، والمفروض انها ما تبقاش مشكلة، انما هي بتبقى مشكلة لما بيبقى في يعني المراحل اللي قبلها ما تمتش صح، او العلاقة بين المراهق والاب او الام او الاسرة اللي حواليه مش مظبوطة قوي. هنا يحصل ان هي المراهقة عبارة عن ثورة على كل القديم، الثوابت وكل الحاجات اللي تربى عليها الولد او البنت بيبقوا عايزين يصوروا عليها، يغيروها، يتخلعوا منها، وبعدين يبداوا هم بقى يتبنوا العالم حاجة بتاعهم، جديد العالم بتاعهم بالظبط كده. فلو الاب والام علاقتهم مش قريبه او مش قويه قوي بيحصل انفصال كامل، ويبقى المراهق ده كانه شيطان كده في البيت، حد متمرد عنيف غير متوقع تصرفاته ولا تصرفاتها، عنيد جدا، يقولوا له يمين يبقى لازم شمال، فوق يبقى لازم تحت، فهنا هتبقى المشكله. لكن المفروض المراهقه ما هيش مشكله. عندنا كتير قوي حتى من الكتابات يقولوا ايه علاج مرحله كان مرحله المراهقه مرض، اكنه مرض صحيح، بقت مرض. في في في, في كتب في, في في بلاد اخرى يقولوا ما احلى ان تكون مراهقا. فهي حسب بقى ايه الناس بتتعامل ازاي، هل في قدر من السماح في الاسره وفي المجتمع للمراهق ده اللي شارد وجامح وجانح وهياخد فتره ويرجع يعدل تاني. يعني هو الناس بيتخضوا من الخروج عن المألوف بتاع المراهق، من تمرده او تمردها، بس هو في الحقيقه بعد شويه المراهق مش هيفضل كده على طول، هو عايز يعني يجرب الاستقلال لأقصى مدى. أنا أقدر أستقل لحد فين؟
اقدر اعمل اللي في دماغي لحد فين. فلو لقى حد عاقل وبيستوعبه وواخد باله منه وبيديله الفرصه والمساحه يتحرك شويه في حدود الامان، لانه برضو المراهق ساعات يبقى يجنح صحيح. بعيد عن حدود في مسارات تانيه خالص بالظبط كده. فهو بس يبقى الايه الاسره بتاخد بالها انها تديله مساحه ما يخنقهوش، لانه الخنقه هتعمل عند لا يتخيله احد. يعني اكتر عناد للمراهق طب ان انت تقفل عليه أكتر. لما تحاول تقفل عليه وتحاول تسيطر عليه هنا هتشوفي بقى احلى عند يطلع منه بيشغل مخه اكتر وبيبتكر حلول يخرج بيها من هذا السجن. ده صحيح. انا كنت بشوف امثله كتير جدا يا دكتور بتعمل كده. ده صحيح ان هو المراهق التحدي الاساسي عند المراهق يعني حسب كل علماء النفس بيقولوا اختيار الهويه بتاعته. صحيح. عايز يبقى له هويه. هويه يعني ايه؟ يعني انا مين وعايز ايه ورايح عايز فيه. اثبت نفسي انا كانا أنا. يبقى هو انا. وكان الاول عايش على ذمه بابا وماما. بابا وماما بيحبوا ايه وايه الصح والغلط عندهم فانا هعمله. لكن دلوقتي وعايز يبقى على ذمته هو، يبقى هو الصح والغلط اللي هو شايفه، المستقبل اللي هو شايفه، الدراسة اللي هو شايفها، الصحاب اللي هو شايفهم. طيب دي هتبقى مزعجة، لأنه الأب والأم حاطين سيستم، السيستم بيكسر، في حد بيخرج عن الطوع فبيتخضوا، بالذات لو هما بقى إيه من النوع اللي هو مهتم بالسيطرة والتحكم على الأولاد والخطوط المحفوظة سلف النظام الثابت. بالظبط اللي هو احنا بنسميهم الناس اللي عندهم فكرة تحديد المسارات، يعني حاطط لابنه وبنته مسار ثابت المفروض انه ما يخرجش عنه. يصحى الساعة كام وينام الساعة كام ويصاحب مين، راسم له خطة ويحلق شعره ازاي ويروح مدرسة ايه ويروح كلية ايه، فراسم خطة ثابتة عنده. مفيش بقى حكاية اعطاء الخيار، احنا بنقوله لا، في المراهقة انقل بقى اعمل شيفت من برنامج تحديد المسارات اللي كنت عامله في الطفوله ولانه ما كانش صح، انقل على اعطاء الخيارات. دكتور ناس كتير جدا جدا اعتقد بتشتكي من المرحله دي في تربيه بقى مش هنقول الطفل، هو خلاص بقى حد المفروض قدام الاهل هو نضج. بيبقى خلاص ولد او بنت في المرحله دي هم بيبقى عندهم تغيرات جسديه تغيرات نفسيه بتخرج عن سيطره الاب والام عليه، مش عارفين يسيطروا حتى لو بنتكلم على التغيرات النفسيه، العصبيه والزعيق وان عايز صاحب رايه وهكذا. برضو اي اب وام عايزين يربوا المرحله دي اولادهم صح، يعملوا ايه يعني ازاي انا الحقه قبل ما يفلت في حته تانية؟ اكون عامل علاقه كويسه في المراحل اللي فاتت اللي احنا اتكلمنا عنها. المراحل اللي فاتت يعني هي المراهقه بتبقى مشكله لما المراحل اللي فاتت ما اتعملتش كويس، ما تاسستش صح، ما تاسستش كويس. زي اي بنا لو انت بنيت الاساس كويس والدور الاول والدور الثاني دور ده، احنا مثلا دلوقتي في الدور الايه ال 15 دور ال 15 هيبقى عادي جدا وكويس قوي لو ال 14 دور اللي تحت كانوا كويسين. لو لكن لو كان في ادوار مهلهله من تحت هيتهد كله هيقع. يعني حضرتك شايف ان الام او الاب يصاحبوا ولادهم دي عامل ايجابي في الموضوع؟ يصاحبوا ويواكبوا. ليه؟ لانه في ام تقول لك دول ولادي كانوا حلوين قوي وظراف ولطف وقطاقيط وهم صغيرين، اول ما بقوا في سن المراهقه بقوا كانهم اعدائها، لان هي عايشتهم هم اطفال وحباهم في صوره الطفوله دي، لكن ما قدرتش تنقل البرنامج بتاعها انها تعيش هذا العالم. عالم المراهق مش قادره تتغير التغير اللي اولادها اتغيروه. بالظبط كده، ففضلت هي ثابته في مكانها وهم اتغيروا مع العالم اللي حواليهم، فبقى في فجوه. فهي عايزه حاجه هم عايزين حاجه، طيب راي مين اللي يمشي بقى؟ اللي صوته اعلى بقى في البيت. والمراهق صوته اعلى. فاول حاجه انها تصاحب وتواكب، يعني تبقى عايشه تتماشى مع العصر بقى الجديد اللي موجود دلوقتي. بيفكروا ازاي وعايشين ازاي وهم في مدارس ايه واصحابهم احوالهم ايه والدنيا شكلها ايه. لكن ام مقفوله او اب مقفول هيصطدم جدا. فدي اول حاجه المواكبه، مواكبه المراحل العمر، وبعدين الصبر والتحمل. الام بتبقى عايزه تدي الامر ينفذ في الحال، ينفذ في الحال. لو عايزه المراهق يعني يخرج عن طوعك اديله امر، فعل امر. ده حتى الانبياء
يعني سيدنا نوح لما قال لابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال له سأوي الى جبل يعصمني من الماء، وما رضاش يركب معاه وما دخلش في دين. صحيح. نيجي بقى سيدنا ابراهيم لما جه يقول لسيدنا اسماعيل، قال له ايه؟ يا بني، شوفي بقى، شوف الخطاب، ما فيش فعل امر، يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. استشاره او حسسه انه ليه راي، ياخد رايه. هنا بقى الـ تحديد المسارات مقابل اعطاء الخيارات. المراهق بقى اديله فرصه، قولي له ايه رايك نعمل كذا ولا نعمل كذا، نروح مش عارف نصيف فين ولا نصيف فين. قلت له احنا النهارده طالعين رايحين مش عارف نصيف في الساحل الشمالي مثلا، ما بحبوش، انا عايز السخن. هيقول لك انا ما بحبوش. ما بحبوش ده متقيل. بس اي حاجه تقوليها له امر بتغريه بالخروج عليه، لكن اديله خيارات، ممكن دي او دي، وايه رايك، طب وقول لي وفكر، فيعرف ان الدنيا اخذ وعطاء. جميل. انها مش رؤوس حديديه ومش صراع ارادات. اول ما يحس انها صراع ارادات وانه في حد بيهدد كيانه وخياراته واستقلاليته، على طول يطلع العند بتاعه ويبقى فيه وعيشت بعيد. بالظبط كده. طيب هل في انواع للمراهقه، او المراهقه بتنقسم انواع على حسب شخصيه الفرد، ولا كلها حاجه واحده؟ لا، هو في المراهقه المبكره، وفي المراهقه المتوسطه، وفي المراهقه المتاخره. يعني بتتقسم حوالي يعني 3 سنين كده. انه في بعض الاختلافات يعني ما بين الحاجات دي، انما ايه، مش هي المهمه قوي. انما في المراهقه العنيفه الصاخبه، وفي المراهقه الهاديه، وفي المراهقه المتوازنه. ففي ولاد وبنات المراهقه بتاعتهم عنيفه. دي بتبقى يعني بمعنى ايه دكتور؟ حديه شويه، انه بيبقى يعني كل مراهق عايز يستقل، بس في مراهق هيقف عند الاستقلال ويحافظ على انه ما فيش حد يتحكم فيه، وفي مراهق هيخرج من الاستقلال التمرد، وبعدين يعمل ايه، يشوف هو اتربى ازاي ويمشي عكس اللي اتربى عليه كله. يعني مثلا ايه، كان هم مخلينه ولد مطيع او بنته مطيعه ومش عارف ايه، ويذاكر وبيطلع الاول على المدرسه ومش عارف ايه، وبيصاحبش الا ناس كويسين، يبدا يعمل العكس من اول اولى ثانوي. وسعوا بقى، ما حدش بقى يقول لها حاجه، عكس كل اللي كان بيتعمل. ونبدا بقى يا دكتور بعد النضج، ولا بيفضل على نفس الوتيره كده لو اتساب؟ ممكن يرجع، بس يرجع بعد خسائر كبيره، وممكن ما يرجعش لو اتشد في الطريق بالذات. ايه بقى يعني اخطر حاجه بنخاف عليها في فتره المراهقه؟ الدخول في مساحه المخدرات. صحيح طبعا. يعني الحاجات الثانيه ملحوقه، يعني مثلا صاحب ولاد مش كويسين، بقى عصبي شويه، بقى صوته عالي شويه، بقى بجح شويه، بقى مش عارف ايه، كل ده ممكن يتصلح. لكن لو وقع في حفره المخدرات دي بقى اللي ايه، اللي هتشوه البرنامج بتاعه كله، والله اعلم يرجع ولا ما يرجعش. دي اللي بنخاف منها. كمان من الحاجات برضو الخطره في الوقت الحالي على المراهقين، التكنولوجيا الحديثه. التكنولوجيا الحديثه دي بقت بتفتح سكك كتير للسلوك، ان هو يتشوه او يضطرب، بيتفيروس المخ بتاعه. فدي الحاجات اللي بنخاف منها طبعا. الانحراف في حته ثانيه. وده ياخدنا يا دكتور برضو لسؤال مهم جدا، يمكن تابعنا على السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت، بنت عندها 13 سنه وعندها مثلا حوالي 70,000 فولورز، عدد من الناس كتير جدا بيقروا لها ويتابعوها، كاتبه بوست عن علاقه او علاقتها بين اشخاص اخرين. طبعا احنا بنتكلم على علاقات عاطفيه في السن ده، وارد ان البنت بتبدا في السن ده عايزه تحس ان هي بنت فتحب فتعمل الكلام ده. طبعا المشكله هنا دي نسيطر عليها ازاي؟ احنا بنتكلم في سن 13 سنه، هي ما زالت طفله، وحتى مش 13 بس سنه طفله، هي اعتقد لحد ما تخلص مرحله المراهقه كلها هي لازم تبقى عندها توعيه اكتر. نسيطر على الموضوع ده ازاي يا دكتور؟ البنت او الولد اللي عندهم لهفه شديده على علاقات عاطفيه او حتى علاقات جنسيه في سن مبكر، عندنا ليها دلاله مهمه، ان هم ما كانش في علاقات سويه وصحيه داخل الاسره. فبقوا ملهوفين على اي علاقات خارج الاسره، واي حد يلوح لهم بكلمه حب او بشويه حنيه او باي حاجه يندفعوا في العلاقه لاقصى مدى، وممكن انها يعني تعطي رشاوه
عاطفيه او حتى رشاوه جنسيه صحيح. للإبقاء على العلاقه. يعني ممكن المراهق ما يكونش حاسس بتقدير داخل بيته فيدور على التقدير بره، مش حاسس بحب، مش حاسس بحنان، فيقوم يدور على ده بره، وبره حد هيستغله. هيديله ده مقابل انه ياخد منه، ممكن ياخد منها اغلى ما تملك. وهنا بقى الناس اللي بيبقوا عندهم مشكله في العلاقات داخل الاسره بيكتسبوا حاجه اسمها صفات الشخصيه الحديه. الشخصيه الحديه دي شخصيه بتبقى مندفعه وشخصيه نزويه وشخصيه متقلبه وما عندهاش ثبات في العلاقات، وممكن يبقى عندها تعدديه علاقات. يعني بنات زي دول لما بنقابلهم في العيادات وكده بتبقى عامله يمكن 20 30 علاقه، وبتطلع مع ده وتروح مع ده وتمشي مع ده، وما عندهاش خطوط حمراء في العلاقات، يعني ممكن تندفع في العلاقه لابعد الحدود. وفي الولاد برضو نفس الحكايه، يعني الولد ممكن يكون عنده مثلا 15 سنه جرب 6-7 انواع مخدرات. ما فيش العلاقه اللي بتدي الامان، لان هو العلاقه بالاب والام هي حبل الامان. صحيح. والمراهق هيلف لفته بس بيرجع ويرجع تاني. يعني في حاجه رابط كده بينه وبين الاسره او البيت، لكن لو الرابط ده ضعيف خلاص مش هيرجع اكيد. دكتور، من كلام حضرتك برضو ده يخلينا نستنتج ان اكيد في عادات يعني مجتمعه بقى في كل سن المراهقه. اذا كنا بنتكلم على من 13 قلنا لحد 20 سنه، قلنا لحد صحيح كده 21 سنه، اكيد حضرتك صادفت عدد من الاشخاص عندهم نفس العادات، اذا كانت سلبيه. احنا بنتكلم طبعا عن عادات سلبيه، منها زي ما قلنا المخدرات ودي الاهم، منها العلاقات العاطفيه ومنها العصبيه وهكذا. عايزين من حضرتك اهم العادات وكل واحده ونعالجها ازاي. هو يعني زي ما قلنا اخطر حاجه الوقوع في المخدرات، ودي بنبقى ناخد بالنا منها مبكرا، يعني انه الولد مثلا بيسهر كتير بره، انه اصحابه يعني من معرفتنا بيهم واضح ان هم بيشربوا او بيتعاطوا، ان هو بقى في حياته حاجات سريه وحاجات غامضه كتير، ان هو حالته الصحيه في النازل، شكله صحته متدهوره كده، لونه متغير، ما بياكلش كويس، ما بينامش كويس، ما عادش عايز يقعد معانا، ما عادش عايز يتكلم معانا، بقى عصب زياده عن اللازم. طبعا كل المراهقين بيبقوا عصبيين ومندفعين جدا لخبطة في حاجات كتير، النمو الجسدي مع النمو العاطفي مع النمو الجنسي، فبيبقى عنده لخبطه شويه وبيبقى مندفع عصبي. بس ده لا، عصبيته زايده، ومثلا ما كانش متعود ان هو يكلم ماما او بابا بطريقه مش كويسه، دلوقتي بيكلم اي حد بطريقه مش كويسه، يعني انه ما عادش بيهمه لا كبير ولا صغير ولا اي حد، فده يبقى عنينا عليه من بدري. طيب واحد مثلا قاعد على الانترنت بالليل وبالنهار ما بيقومش، علامه سيئه جدا. صح. وفيها خطوره، هو قاعد على ايه وبيشوف ايه وبيكلم مين وبيعمل ايه، ان في بقى ادمان دلوقتي، ان في مواقع طبعا اباحيه بتوصل الموضوع فيها الادمان. وفي ادمان جيمز، وفي جيمز خطر توصل للانتحار او للانتحار. اللعبه الاخيره الحوت الازرق ومريم والحاجات دي بتوصل للانتحار، وتفكري الله هو ايه اللي يخلي مراهق او مراهقه يقعد يسمع كلام حد لمده 50 يوم كل يوم يقول له حاجه، هو بيسمعش كلام ابوه، كلام حد اصلا، فسمع كلام كلمه واحده من والده او من والدته، فعلا كلمه واحده كده، عايز يسمع تعليمات، ويقول له اطلع فوق واقعد فوق السطوح او في البلكونه ودلدل رجليك وصور نفسك وابعتها لي. هنا ليه؟ لانه السيرفر او العامل اللعبه فاهم عقليه المراهق. المراهق ممكن يعمل حاجات لما تديله احساس ان هو مسؤول، يعني هو اللي هيطلع وهو اللي هيعمل وهيصور نفسه ويبعت، وبعدين تقدريه، برافو هايل انت شاطر عملت كده. طب انا قطعت في ايديا النهارده، حلو، بس صور لنا وابعت كده، وبرافو عليك انت دلوقتي كويس، وهننقل انت بتكبر كده كل يوم معانا كويس، وبعدين في الاخر بقى ايه، يلا انتحر بقى. الله، حد يصدق ان في حد يقول لحد انتحر ينتحر؟ المراهق كده، المراهق بيبحث عن ما هو غير مألوف، بس تديله تقديره، ان هو مشارك، تحس ان هو سيد القرار في هذا الموضوع. صح؟ بالظبط، يعني على سوق اللعبه دي الا انها بتعلم الاب والام ازاي انه ممكن المراهق يعني يعمل حاجات كتير بس تحسسينه مسؤول. طيب دكتور، انا هستاذن حضرتك بس ناخد اتصال تليفوني من مدام سحر من الشرقيه. صباح الورد يا مدام سحر. صباح الخير، اهلا وسهلا. صباح النور، اتفضلي دكتور محمد معاكي. اهلا بك، بقول لحضرتك يا دكتور صباح الخير. صباح الخير يا اهلا وسهلا.
بقول لحضرتك انا ابني في ثالثه اعدادي وهو بحس انه عصبي، يعني هو من عصبيته انا بتعصب عليه. بس اللي بيخلينا اتعصب عليه بقى يعني ما بيسمعش كلامي خالص، اقعد اصحيه للدرس او للمدرسه او كده في ساعات، اي حد من اصحابه يجي يناديله يصحى بسرعه. المذاكره دي مش في قاموسنا خالص، يعني يذاكر بعذاب جدا، مع العلم انه ذكي ومخه نظيف وشاطر، يعني جايب 120 من 140 في الترم الاولاني في ثالثه اعدادي. بابا هنا ولا مسافر؟ لا موجود معانا. بيشارك معاكي في الحاجات بتاعته ولا سايبك انتي في الوش على طول؟ لا هو سايبني، بس هو لما بيتدخل يعني لا يسيبه خالص، هيتدخل بعصبيه وانا ما بحبش ادخله كتير لان ممكن يضرب وكده. فانا بحب عايزه العصبيه دي تقل منه، وعايزاه يبقى كويس وما بيشيلش المسؤوليه خالص. يعني اجي اقول له على طلب ما يرضاش، اي حد من اصحابه يمشي معاهم ويروحوا مع بعضهم مشاوير ويجيبوا. له اخوات غيره كام؟ اللي هي بنت في تانية جامعة وأولى جامعة بنت تانية وأولى إعدادي الصغير ابني. يعتبر هو الوسط يعني. في الوسط، في النص. اللي بعده فيه بعده ولد كمان؟ أولى إعدادي. أولى إعدادي. ولد أولى إعدادي، يعني هو جه ولد بعد بنتين. أيوة جه بعد، بس ما فيش الدلع والحاجات دي. لأ بس هو مش عارف، هو عصبي. منين سحر؟ إيه اللي عرفك إنه لأ يعني ولد بعد بنتين لازم بيتدلع؟ انا حسيت من الضحكه يا مدام سحر والله ان في دلع شويه وحق. لا والله مش بدلعه خالص، والله مش بدلع. انا نفسي يبقى كويس ويبقى يتحمل المسؤوليه ويبقى راجل كده. يعني اجي مثلا اقول له جيت طلب للبيت ما يرضاش. ايوه اسايس بالادب. مفيش يعني انا تعبني بجد، تعبني نفسيا والله. انا نفسي يبقى كويس. عارفه يعني مدام سحر، عارفه مدام معنى انه تيجي تقولي له هالطلب للبيت ما يرضاش، معناها انه ما اتعودش من صغره انه يجيب اي طلب او يعمل اي حاجه. أيوة يعني يبدو انكم عملتوه على انه هو برضو يعني طفل فوق العاده. احتمال كان اخواته البنات هم اللي بيعملوا له كل حاجه وهم اللي بيقضوا الحاجات، وبعدين هو بقى كده طفل فوق العاده، ده الملك المتوج اللي جه بعد البنتين. فحاسس ان هو مش مطلوب منه يعمل حاجه، هو بس يعني يكفي وجوده عشان يسعدكم. فارجو ان احنا بس نعيد التوازن شويه. اول حاجه انت قلتي ايه؟ اصحابه لما بيقولوا حاجه بيسمع كلامهم، فاصحابه ده هيبقى اول خيط انك تصاحبيه الاول. الحاجه الثانيه انه تعدلي له قانون الحياه، انه مفيش اخذ من غير عطاء. انك انت علشان تاخد الحاجه اللي انت بتحبها لازم تعمل حاجه. فمثلا يعني هو ما ذاكرش في اليوم ده، ما ياخدش اي مزايا، صبح الصبح ومرضيش يصحى من النوم، ما يقعدش يلعب بقى على الموبايل ولا يقعد يتفرج على التلفزيون ولا ياخد المصروف ولا اي حاجه خالص مني، وباباه يبقى مساعد معاكي في ارساء هذا القانون. فالطفل بيبقى محتاج مننا حاجات كتير، او المراهق محتاج مننا حاجات كتير. فلو حس ان الدنيا مش ماشيه زي ما هو عايز، وان هو مش ملك متوج مجرد ان هو قاعد كده واحنا نخدم عليه واخواته البنات يخدموا عليه، فيبقى خلاص مش مطلوب منه يذاكر ولا يصحى الصبح بدري ولا اي حاجه خالص. فهنعوز نعدل الميزان بان احنا نرسي القانون انه عشان تاخد حاجه لازم تعطي حاجه، تدي كمان حاجه قدامها. وبعدين ما تتعصبيش، لان كل ما تتعصبي هو يتعصب زياده، فهو بياخد العصبيه منك. جميل. مدام سحر، هل عندك اي اسئله تانية لدكتور محمد؟ ما انا بقول لحضرتك انا مش بتعصب الا لما بيتعصب على اخوه. يعني مثلا اخوه الصغير في اولى اعدادي هو عنده شويه وكياد، بيغيظه يضربه ضرب بفطره. يعني حبيبي يقول لي انت خايفه عليه؟ لا يا حبيبي انا مش خايفه عليه. تمام. هو الدكتور اعتقد جاوب في هذه النقطه او جاوب على حضرتك وتابعينا. ومش معنى كلامنا على فكره انك ما تدلعهوش، دلعيه طبعا، بس زي ما الدكتور قال يبقى في خد وهات، يعني مش دايما ادي بس لازم كمان، يعني مش دايما اخد بس لازم كمان ادي. بنشكرك وصباح الورد عليكي. شكرا يا مدام سحر. يا دكتور، يعني المشكله بتاعت نفور الابن في مرحله المراهقه من الام المرتبط بها جدا المفروض، واللي هي كمان مرتبطه بيه جدا، ممكن تكون هي اللي بتعمل كل حاجه فعلا. في فتره المراهقه بيحصل الدروب دي، فتبدا الام ازاي ده بيعمل كده وهو كان مرتبط بيا ارتباط شديد جدا. مشكله بعدها ازاي؟ الولد بالذات المراهق بيبقى عنده مشكله مع الام. ليه بقى؟ الام حبيبته وهي اللي بتعمل له كل حاجه، والاب يمكن بعيد عنه. فبيبقى عنده مشكله او بنقول عليه صراع الاعتماديه الاستقلاليه. كل ما يبقى معتمد عليها اكتر، كل ما يبقى عنده الحاح بانه يستقل عنها اكتر. وبعدين يتنقل بقى من الاستقلاليه للتمرد عليها، وبيحصل دفاع نفسي كده في المراهقين اسمه النقل او الديسبليسمنت. النقل ده ان هو ينقل
الاعتماديه بتاعته من الام للاصحاب، يعني ما يبقاش معتمد على الام، لا يبقى عايز يعتمد على الاصحاب او على اي نجم في المجتمع، يعني لاعب كوره او فنان او اي حد حد تاني غير الايه غير الاصل. وبعدين يعمل حاجه كمان في دفاع نفسي تاني اسمه قلب الشيء للضد، يعمل حاجه وعكسها، يعني مثلا يغير الحب الى نوع من التمرد والعدوان. صح. على مع انه بيحبها جدا يبقى عدواني جدا عليها، بالذات بقى لو الام هي مصدر السلطه الوحيد في البيت. صح. عشان كده سالتها الاب فين، لانه المفروض انه ما تبقاش هي طول الوقت اللي بتدي الاوامر والنواهي، ده بيفقدها حته الطيبه والحنيه اللي تخلي علاقتها كويسه بيه. هي طول الوقت هي بتقول له اصحى الصبح روح المدرسه روح الدروس ذاكر، والاب ما بيقولش حاجه خالص، او الاب هيجي يهزر بالليل شويه، فهنا يبدا تبقى هي دي مصدر السلطه، فيقوم يتمرد على مصدر السلطه. وامهات كتير واقعين في الايه في الفخ ده، لا خلي الاب يبقى معاكي في الحكايه دي علشان ما يكرهكيش ابنك او ما تكرهكيش بنتك. صح. طب في حاله وجود عدم الاب، يعني لو الاب متوفي يبقى اي حد بقى، يبقى الجد يبقى العم يبقى الخال. بس في امهات كتير بيقوموا عازلين كل مصادر السلطه وتبقى هي السلطه الوحيده، هتبقى انت السلطه الوحيده هيبقى في تمرد عليك. حطيتي انت نفسك في ايه؟ في مهب الريح كده. صح. فلا ما عملتش حساب قدام يا دكتور زي ما المفروض تعمل يعني. بالضبط. طيب احنا كنا عايزين من حضرتك بقى اخيرا نصايح طبعا عامه للاباء والامهات عشان يقدروا يتعاملوا في الفتره دي ويخرجوا باولادهم منها سالمين ان شاء الله. انه يعتبروا ان مرحله المراهقه دي مرحله طبيعيه في حياه اي طفل، واحنا كلنا مرينا بيها واولادنا مروا بيها وكده، ويبقى عندهم نوع من الصبر والاحتمال، وما يبقوش عقلهم بعقل المراهق، انه المراهق منشف راسه فاحنا منشف راسه منشف انا كمان، وتبقى صراع ارادات ونشوف بقى مين اللي هيغلب في الاخر. لا هي حكايه مش كده. المراهقين دول او المراهقات دول ولادنا، واحنا المفروض ان احنا اكبر منهم وانضج منهم وعندنا خبره في الحياه وتجربه في الحياه، بنصبر عليهم شويه بنستحملهم شويه. يعني مش قال لي انا بقول مثلا قوم اعمل هات الحاجه دي، قال لي مش رايح خلاص تبقى خناقه، لا هو بيقول مش رايح عشان يثبت ان هو له القدره ان هو يقول اه او لا، هسيب يستمتع بدي وبعدين بعمل ان انا زعلان شويه وبسكت عنه. هو بعد شويه ممكن يجي ما يلاقيني زعلان وما قهرتوش يجر ناعم بقى زي ما بيقول ناعم شويه، طب خلاص انا رايح اعمل الحاجه دي. فناخد بالنا ان احنا ما نعملش صراع ارادات مع المراهق، ما نقهرش المراهق، ما نكبتش المراهق، نديله مساحه يبقى في مرونه اكتر في مساحه امنه، نتدخل في الحاجات المهمه اللي هي نحس ان هي تشكل خطوره عليه، لكن ما بقاش شغال عمال على بطال اوامر ونواهي ومواعظ وتوجيهات، ده بيخلي المراهق يكرهني ويعتبرني سلطه مستبده بيه ويبدا يتمرد عليا. يعني زي ما بنقول كده يا دكتور، يبقى في مرونه في التعامل والمراقبه عن بعد، زي ما بنقول ما ننساش الموضوع خالص تماما من ايدينا، وفي نفس الوقت ما نخنقش قوي او ما نقفلش قوي على المراهق، لان فتره كلنا عدينا بيها، وحضراتكم كاولياء امور عديتوا بنفس المشكله مع اولياء اموركم، فناخد بالنا جدا في هذه الفتره. نشكرك طبعا شكرا جزيلا دكتور محمد المهدي استاذ الطب النفسي بجامعه الازهر، صباح الخير على حضرتك. صباح الخير. بشكرك يا دكتور محمد، شكرا جزيلا. مشاهدينا انتظرونا فاصل ونرجع لكم على طول، استنونا. يا صباح الهنا، الحمد لله بعد ما الناس كلها احتفلت بشم نسيم وقضوا اليوم، نزلنا النهارده سالنا الناس قضوا شم نسيم ازاي، وهل كان في حاجه غريبه او لطيفه عدى عليهم في اليوم ولا لا؟ تعال نشوف. قضيت شم النسيم ازاي؟ قضيته مع العيلة. بجد؟ ألطف حاجة حصلت إيه في اليوم؟ يعني كان جو لطيف، يعني كان يعني اتفرجنا على التلفزيون حاجات كتير يعني. قضيت خرجت الصبح رحت جنينة الحيوانات. بجد؟ اه والله. رحت بقى قعدنا أكلنا فسيخ ورنجة. ده أنت شميته بجد؟ لا شميته، ده أنا لحد ما عديتي تارت منه. رحت النادي. بجد؟ والله. ألطف حاجة حصلت إيه؟ كل حاجة. كنت نايم في البيت. ليه؟ ليه هعمل ايه طيب؟ انا في كليه هندسه يعني هعمل ايه؟ ما شميتش نسيم ليه؟ هو عندنا شم نسيم في هندسه؟ شميت نسيم؟ لا. ليه؟ هو اسم بس. لا ما قضيتش شم نسيم الصراحه، قعدت في البيت برسم. عادي في بيتنا مذاكره. مذاكره؟ اه. بس؟ اه. مفيش حاجه غريبه حصلت او حاجه لطيفه؟ ما طلعتش عشان كده ما اعرفش. كنت نايم والله. كنت نايم؟ اه. ولما صحيت؟
لما صحيت ما شميتش حاجه والله. برضو شميت والله في البيت، بس شميت روائح غريبه يعني بجد والله. بس مش شم نسيم، مش نقب نسيم خالص. عديته في البيت. ليه يا عم؟ ما هو انا من جنوب سيناء وهنا ما فيش شم نسيم. مترو بقى. كنت في المترو طول اليوم؟ بص شم بس ريحه الناس بس في المترو، بس ده اللي حصل. بس ما عملتش حاجه، كان عندي امتحانات بعد ذاكرت. ذاكرت ها؟ معلش كليتي لازم اذاكر. في البيت. احنا في كليه هندسه يعني ورانا حاجات تاني يوم وكده لازم نسلمها. يعني ما شمتش نسيم؟ لا ما شم، قعدت في البيت كلت بارنجه وحاجات كده. بس كلت يعني. الطف حاجه ان احنا اتجمعنا مع العيله وقعدنا مع بعضينا، وكانت يعني رحله كانت جميله قوي. حاجه برضو عجبتني جدا، انا امبارح في طريق للشغل في عندنا حديقه كده جنب البيت يعني، لقيتها امبارح كانت مليانه جدا. اقسم بالله بتكلم بجد، ودي انبسطت، دي حاجه فرحتني جدا، لان انا فعلا كل يوم بعدي من الطريق دوت وقليل لما بشوف ناس فيها. اغرب حاجه انه انا طلعت الصباح كانت الدنيا فاضيه، دي الحاجه الوحيده الغريبه بجد والله. بس كانت حلوه. كانت تمام لما تكون الدنيا فاضيه، الناس بتنبسط. القاهره دايما زحمه. اكلت رنجه عند جد بجد. بيت ملاوي؟ لا قضيته في بيتنا، خايف انزل بطني تعملها معايا. شميتش نسيم؟ شميت النسيم؟ شميته، شميته جدا. فين؟ في الورق. بجد؟ طبعا. عجبك؟ ايه تحفه. عارف هيبقى احلى بقى لما تطلع النتيجه كمان. صباح الفل بقى. صباح الجمال. صباح الفل. صباح الخير. صباح العسل. صباح النور. صباح النور. صباح الشمس. صباح العسل. صباح الفل. صباح الخير.